نعرفوا انه اليوم 14 سبتمبر انطلقت الحمله الانتخابيه فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسيه اللي باش تصير في 6 اكتوبر 2024. الساعه خلينا نسالوك كمواطن تونسي، هل انه عندك ثقه في وعود السياسيين، في وعود المترشحين الانتخابات الرئاسيه؟ وخلينا نذكروا بانه قائمه المترشحين تضم 3 اسماء وهما قيس سعيد والعياشي زمان وزهير المغزاوي. مرحبا. 6 اكتوبر هو استحقاق انتخابي، استحقاق مهم جدا يضع البلد في منعطف تاريخي حساس. بالنظر الى الماضي القريب، يعني ما عاشته تونس بين حكم فلنقل الترويكا وما بعد الترويكا، عاش البلد الكثير من المحن، عاش الاغتيالات السياسية حيث منا الرصاص الجاهل الجهول والظلامي طال همات في هذا البلد. وهنا نترحم على المناضل الأستاذ شكري بالعيد والحاج محمد البراهمي وغيرهم من العساكر ومن الأمنيين الذين قتلوا وأخذوا غيلة ويعني برصاص حاقد على الوطن، لأنه من ذكرتهم يحملون لواء دفاع عن الوطن وعن حوزة الوطن. إذن 6 أكتوبر هي أقول مرحلة أخرى في مواصلة للقطع مع ماضي قريب سيء جدا، ماضي أثثته وجوه لا وطنية لا مناضلة وعميلة تأتمر بأوامر السفارات وتنتهي بنواياها. المصلحة العليا للوطن تفترض وتدعو المواطن الذي سينتخب يوم 6 أكتوبر أنه يغلب مصلحة الوطن العليا والمثلى ولا ينساق وراء معناها أصوات يعني مغردة خارج السرب وأصوات خبرناها ونعرفها جيدا، يعني لا يعنيها مصلحة الوطن وإنما ما يعنيها هو أن ترضي من يمولونها من الخارج هناك ومن هنا، يعني لن أذكر أسماء لأن الأسماء هي نجسة ولا يجب أن تذكر، وإنما هم قلت يترددون على السفارات ويتلقون الأوامر من وراء البحار. مهما كان الوضع الصعب، الوضع الاقتصادي هو ليس وليد اللحظة وإنما كان يعني نتيجة لخيارات اقتصادية لا شعبية ولا وطنية فرطت في مصالح البلد وداست على رقبة المواطن البسيط الذي بات يعاني الويلات ويعاني الجوع ومساغب الجوع وقلة الموارد الأساسية، وهذا يعود بالأساس إلى الاختيارات التي مضت فيها تلك الوجوه التي حكمت ذات يوم والتي كان همها الوحيد هي السلب المواطن التونسي بتعويضات وغير وتعيينات والسطو على جيوب المواطن الخلفية والسطو على الخزينة متاعه. ولا أعتقد بأن المواطن التونسي يحتكم على ذاكرة أسماك ولا ينسى بأي حال من الأحوال، يعني كيف صعد شخص ما لن أسميه صعد خاطبا في الناس يطالب بتعويضات تقدر معناه بمليارات من أموال هؤلاء الضعفاء الذين يعانون الفقر ويعانون فساد مستشري في أوصال الدولة التونسية منذ حكم بن علي وليس معناها ما بعد زلزال 2011. هؤلاء لا يجب أن ينصت إليهم مهما كانت الظروف الآن سيئة، إلا أنه المصلحة العليا للوطن والقطع أو قطع دابر هؤلاء العملاء حتى وإن كانوا يحملون أسماءنا ويحملون جنسية تونسية وألقاب تونسية وإنما هم عملاء ومرتزقة، أعيد وأكرر، يأتمرون بأوامر الغرب وينتهون بنواياه. هؤلاء لا يجب أن ينصت إليهم، وإن طالت المحنة يجب أن ننتصر للصوت الوطني الذي يقطع مع العمالة ومع الارتزاق مع جعل تونس مجرد معناها كلب أعرج في حوض المتوسط. هذا مرفوض. اليوم تونس كما قامت بإطلاق شرارة الانتفاضات أو الثورات أو الانقلابات كما يقول البعض في 2011، تونس ستصنع
وتخط طريقها نحو الانعتاق ونحو إرساء منطق يقوم على التعامل مع الغرب، مع السيد الأبيض، بمنطق السيد مع السيد، وليس أن نكون مرتهنين وكذا. والله أنا نستغرب لو كنت نشوف مثلا هذه إحصائيات وكذا أن تونس توفقت في تسديد ديون نحن لم نستفد منها كمواطنين فقراء ومضطهدين ونعاني منها الفقر ومساغب الحياة، ولكن من استفاد منها؟ تعويضات وتعيينات وغيره. ثم شكون كان معدم والآن صاحب من أصحاب المليارات وكذا؟ هذه أبان العشرية السوداء. أقول العشرية السوداء يجب بيرسيست يور صار، هذه حاجة يعني، والناس هذه يجب أن تحاسب. لا أعتقد بأن جل من يقع هناك في سجن المرنقية يعني أخذ هكذا، لأنه ثم قيادة ولا أسميه من قيادات معناها حزب أنا أسميه بأنه فاشيستي، أصفه بأنه فاشيستي وإجرامي وقاتل، خنب ونهب من بيته مليار وما يزيد عن المليار بشيء، قال بأنه هذه كانت أموال مرصودة لتبرعات لفقراء تونس أبان عيد الأضحى. هذا لا يليق، هذا كذب وإفك ومعيب، وعلى المواطن التونسي البسيط الغير مسيس أن ينتبه، أن ينتبه لخطاب هؤلاء، وأنه معناه أساءوا للبلد، هذوم أساءوا للوطن. أنه الجمعيات معناها اللي عملوها جمعيات تضرب معناها الأطفال وتضرب معناها شباب البلد، احنا تونس باش تعملنا معناها جمعيات الجي بي تيزم مثلية جنسية وغيره، معيب هذا، فهمتني؟ وغير مقبول في دول غربية يمنع هذا منعا باتا. سيبتونا معناها المجرمين متاع الراب والناس التي تتغنى بالمخدرات وغيره، معناها وفي حين أنه مثقف في الوطن وغيره، معناها تهلك جوعا وقهرا وبؤسا. 6 أكتوبر هي مرحلة أخرى للانتصار لهذا الوطن المكلوم، المكلوم من حقبة استبداد نظام بن علي وما عشناه من أيام سوداء وأيام سيئة جدا في عهد حكم منصف المرزوقي والترويكا ومن تلاهم، والتواقف البغيض وسيء السمعة والصيت والذكر ما بين الباجي فلنقل رحمه الله وراشد الغنوشي الذي يقبع هناك نتيجة أعماله وإجرامه في حق الشعب التونسي. هذا ما أقوله كمواطن تونسي، يعنيني هذا التاريخ 6 أكتوبر. بالنسبة للوعود الانتخابية عندك ثقة؟ حينما نرى كبار الأفاعي تقبع هناك لصوص، تلكم من يحتكمون على اليخوت ويحملون جنسيات أجنبية وتفننوا وبدعوا بالتونسي الفقير، والذين معنا يمارسون اللصوصية والسطو على جيوبها الخلفية، هذا يعني يشفي غلينا بعض الشيء. والتغييرات يعني على التغيير لا يمكن أن نلمسه إلا بعد فلنقول عقد من الزمن، هذه بداية مرحلة. الرئيس قيس سعيد رجل وطني، هذا هو المطلوب، حتى وإن كان المسار الذي سطره يعيش تعثرت، وفي الحقيقة هنالك تعثر، ولكن قد تتغير الأمور وتمضي في الاتجاه الصحيح. يكفي أن هنالك رجل وطني يعني له غيرة على الراية الوطنية. بربي أنت كتشوف أنه الراية الوطنية في المسبح، حديثة المسبح، يعني تونس معاقبة من لجنة أولمبية، لا يرفع معناها العلم متاع الوطن. الوطن ذايرة استجدت من أجله محمد الدغباجي، محمد الدغباجي أصيل قبيلة بن زيد المقاتلة، ونفس القبيلة التي جاءت بخائن وهو يقبع الآن في السجن راشد، ورجالات الساكري وقرفة وغيرهم، أسماء ربما للأسف ذوما ما يقرهمش في برنامج التاريخ في البكالوريا أو في الثانوية أو في الجامعة. الأسماء هذه موجودة في رفوف الجامعة في البحوث متاع الماستر والدكتوراه، عندنا أسماء ثقيلة دفعت الثمن غاليا، وهي تواجه يعني الاستعمار ورفض أن تظل تونس تحت ربق الاستعمار. كيف يعبث بالرأي الوطني؟ هذا غير مقبول. ولا معناه واحدة متغني
تتسربل معناها بلباس الوطن كذا تستهزئ به، لابد من ايقاف هذا العبث. هذه مسائل رمزيه لها الكثير من المعاني. وهو تحكي على الرأي الوطنية، خلينا ايضا طبعا هذا يعنيني انا كمنتسب لقطاع التعليم، كل صباح نحيي الرأي الوطني. غير مقبول انه واحد يخطئ، قد تخطئ في اسمك، قد تخطئ في اسم صديقتك في الهاتف. ايضا شو رايك في الجريمه التي وقعت على مبنى اداره تابعه للشيمينو، وشو رايك ايضا في البيان نتاعها تقول نعتذر وتقول انه تسرب، معناتها العلم هذا تسرب عن طريق الخطا؟ اقول هنا هنالك مثل هو كالاتي: بصنيعك هذا يا صديقي انتقلت من دائره الخطا الى دائره الخيانه. هنالك اخطاء يمكن ان تغتفر، اخطأ في اسم صديق يحدث، كما يقول المثل العام: طال بي العهد 10 سنوات أو 20 سنة لم أره، أخطأت اسمه، كان يلقب ب كان اسمه الحقيقي رشيد فناديته برشدي، يحدث. إنما تخطأ في راية وطنية هذا غير مقبول، وما بعد كما يقول المثل الشعبي: ما بعد مكة على أبو حمار، وفي رواية أخرى: ما بعد مكة على أبو صباط. هذا علم تونس وهذا علم تركيا. وأقول هنا ما قالته العرب: ثلاثة وجدوا للجور والفساد: القمل والجراد والترك. الأتراك لم يتركوا لنا هنا سوى الأبراج التي كانت تخص الاعتقال: برج الرومي، برج زوارة، برج الوزير، برج الخضرة إلى آخره. لم يعني يتركوا لنا رسالة شيء. ثم رسالة ما تحب شكون يمررها طبعا عن طريق، لأنه الصبية متاعهم هنا يقولون للعصملي والعثماني أردوغان: صبياتك هنا أحفاد علي واكي. ربما تسألين من هو علي واكي؟ علي واكي هو أسس أول مخور للذكران في تونس، علي واكي، وتنجم شيء ذي تتثبتين منه في الوثائق وفي التاريخ. يعني علي واكي هو أسس أول وأسس أيضا أول مخور للذكران بتونس. لا أعتقد بأنه الأتراك تركوا لنا هنا شيء يعتد به. الراية الوطنية لا يمكن التلاعب بها، نحن فقراء والوطن والدرب وذاك يعني لنا الكثير. حتى في مباراة كرة قدم، حتى في مباراة كرة قدم يعني المنتخب الوطني أو معناها الترجي الرياضي التونسي، رغم أنا محب للنادي الإفريقي، درب البلد، ولا في حتى في المباريات معناها نتاع الرياضات الفردية هذا يضربوا البلاد، أو معناه يوميا حينما نحيي النشيد الرسمي الوطني والراية تسعد. كيفاش باش نلعبوا تو كلام هذا زعمة في تركيا لو حدث هذا؟ وزير النقل ومن ولاه واللي تحته من المكلف بجلب معناها القهوة إلى الأفندية، المدراء أو المديرين وغيره والسكرتيرات نتاعهم وكذا كلها تقال، ولا تقال فقط بل تحال الى ملفات من النيابه العموميه. هذا ضربوا البلاد، احنا ما عندناش حتى يغلي بالمحاسبه اكهو بحمد لا لازم يتحاكموا شيء ذا. ليه كيفاش تو باش نلعبوا؟ هل انه الحاسوب كل شيء تو مرقما؟ انا حاشي بضربوا تونس، جيب لي ضربوا تونس، جيب لي ضربوا تركيا، عليها احنا مازلنا تابعين الاياله؟ لا لعلنا مازلنا نعيش في حمل سنان باشا. تونس بلد مستقل ويسعى الى تحقيق استقلال كامل وتام، ونحن الان هنا في شارع يسمى شارع حبيب بورقيبه، واقول رحم الله الزعيم حبيب بورقيبه بما له وما عليه، بما له وما عليه، وانما قبل ان يسمى هكذا كان اسمه شارع جول فيري، جول فيري منظر الاستعمار لشمال افريقيا. هذه عباد معناها فهمتي ولا يتحط مدير عام في كذا وما في بالوش، لازم تكون في بالك شنو يحطوا لك ضربوا نتاع تركيا الفوق. عاد هكا ونبدل اسمي انا يعني عمار هكا الوسيم، شو اسمه ذاك هو؟ لا واحد اخر، واحد اخر مهند، وانا ما نجيش مهند، انا قبيح يعني مهند. يعني تحيا تونس مش بمنطق تحيا تونس نتاع اللص الهارب انا سي كذا لان اسمي اسمه. 6 اكتوبر الشعب التونسي، فقراء تونس، عجائز تونس، معدمي تونس اللي لقته في البلاستيك ما هي ذي الجناح وغيرهم، حتى من كنا يمتهن البغاء ذات يوم هناك يمشوا معناه يدافعوا على البلد ذا، مع العصابة اللي أولادهم يقرأوا البرة. وشفنا شفنا أن البارح ثم بعض الوجوه في ما حدث في شارع حبيب بورقيبة
فيهم يعني ينتمي إلى جمعيات ممولة من الخارج تخلص باللورو بالدولار وربما بالشيك الإسرائيلي أيضا، فهمتني؟ أقول تحيا تونس ليس بمنطق ذلك اللئيم الذي خرب الوطن وموظف السفارة الأمريكية سابقا.